أستاذ مصطفى النهيري كاتب عربي مغربي ابن المدينة القديمة لعدة كتب في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والفلسفية. والله لا يشؤ المقرف لي إذ أنني في الصباح كنخرج مع ديك العشرة في شارع محمد الخامس قبل أن يأتي لزيبوغ وطوفان من النجاسة في شارع محمد الخامس كان يسمى في عهد الاستعمار بولفوار دلاكا منتهى الأناقة والرشاقة واللياقة والتجارة. على اليمين الزنجيات ورضعنا أطفالهم الزنجيات ورضعنا أطفالهم المغربيات هنا نجاسة الحيوان نجاسة الإنسان. بعض الناس تخصوا دابا ما صابوا ما يديروا يعطوا للحمام ويعطوا للقطط ورحنا نعاني تخمة ديموغرافية بشرية بدون مؤهلات بدون مواصفات آدمية. فما غرضنا بها الطوفان من الأجانب؟ هي مدينة كوسموبوليتية تحتمل كل صنوف التقدم والتخلف لأن الكل يجد رزقه فيها سواء رزقا شرعيا أو غير شرعي. المهم الكل يتدفق إلى الدماغ. كانت في عهد الاستقلال دار بيضاء فيها 300 ألف سكان. دار بيضاء الآن تحتوي على 12 مليون مغربي ربما 8 مليون لا يشتغلون لا قوامل يعيلونهم أسرهم. جوج الملايين كتوكل 800 الملايين في الدار البيضاء ما خدامينش لا لسان لهم لا وثائق لهم بما فيهم هذاك اللي قتل لا وثائق لهم لا يوثقون لا زواج ولا طلاق ولا ممات ولا إراثة. يعيشون كما يعيش الهمز في سالف في الدهر. 8 الملايين لا تشتغل في الدار البيضاء كتعيشها جوج ديال الملايين الناس خدامين عليهم. رجال السياسة هما لم يأتوا مطلقا لخدمة أي جهة هما رجال أعمال أصحاب امتيازات مادية أول ما يتبادلونهم وحماية مصالحهم الاقتصادية. وإن حدث اهتمام بالمجتمع والبنية التحتية هو من قبيل التبعية. هم أصلا لا يرمون إلى خدمة رفض الله البرلمانيين والوزراء أولاد ما خدامينش وبناتهم عندهم دبلومات وما خدامينش وما لا يأتون لتصريف الحياة الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والتجارية الموطن. يفعلون شيء ما ولكن همهم الأقصى هو الدفاع عن مصالحهم بحكمهم أنهم مجيش مستشارين مجيش نواب هذو رجال أعمال. في أوروبا أمريكا يشترون المناصب رجال أعمال أما مش غادي يخدم واحد الفقير. رجال أعمال يدافعون على مصالحهم وبالتوالي قد يهتمون بمصالح المواطنين.